شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه ولكنه يدعو لنفسه في الحج نعم دون غيره نعم لا لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج، ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء.